حكاية مؤتمرات الشباب دي، وإيه الموضوع وإيه الفكرة وإزاي بيستعدوا ليها؟ اسمحوا لي إن أنا أرحب على الهواء مباشرة بضيوفي من العاصمة الإدارية الجديدة، الأستاذة هند حليم عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والأستاذ أحمد سامي عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. هبدأ بالأستاذة هند. هند، مساء الخير. يا فندم، الحقيقه صوره رائعه جدا. الناس، مش عايزه اقول لك، انت يمكن تكوني تابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق اللي فاتت، والناس في البيوت، والناس تتابع بشكل كبير جدا هذه النقاشات الموضوعيه اللي مؤتمر الشباب بيطرحها. كواحده من اللي ساهموا في هذه الفعاليات، ممكن تشرح لنا كيفيه نشاه الفكره وازاي تطورت الى ان وصلت لهذه الصوره؟ يمكن هو ده من أهم دور أو استفادة استفدتها من البرنامج الرئاسي، هي المؤتمرات الشبابية. احنا يمكن النهاردة المؤتمر السابع، بس في كل مرة تقريبا بيبقى هي نفس الخطوات اللي بنتبعها. احنا بيبقى عندنا فكرة، عندنا موضوعات، وبالتالي بنبقى عايزين نعرضها. مثلا النهاردة كان في نموذج محاكاة الدولة المصرية، احنا اللي فيه بنتكلم عن رأينا أو احنا شايفين ايه في أداء الوزارات، عايزين نحط توصيات، عايزين نوصل صوتنا. فبالتالي كل دي بتبقى آلية علشان نقدر ان احنا نتواصل مع المسؤولين بالحاجات اللي احنا شايفينها كشباب. طيب هند، انا بتكلم بقى على النقاش الموضوعي. يعني بصراحة النهاردة بالنسبة لنا كانت مفاجأة، شفنا شباب تنسيقية الأحزاب مذاكرين كويس، شفنا من الحزب المصري الديمقراطي، شفنا من مراكز بحثية، شفنا نقاط موضوعية ترد على الحكومة. الترتيب لمثل هذه النقاشات ازاي بيتم؟ يمكن انا النهارده ما كنتش مشاركه في نموذج المحاكاه، بس شاركت قبل كده في نموذج محاكاه للاتحاد الافريقي، فعشت الاجواء جدا. بدايه من الابحاث اللي ابتديت اعملها، انا كنت بقول كلمه دوله الامارات، فعملت ابحاث كتير جدا عشان اشوف دوله الامارات وايه تعاملها مع الاتحاد الافريقي. بعد كده بدات احط الكلمه اللي انا هطلع اقولها. طبعا كان في اشراف من وزاره الخارجيه على كل الخطوات دي، بس كان مجهود يعني انا اللي بقوم بيه. قابلنا كمان شباب كتير من افريقيا، قعدنا اتكلمنا معاهم ايه مشاكلهم، طب عايزين نحط التوصيات ايه اللي نعرضها على سياده الرئيس او نعرضها باسم نموذج المحاكاه. فيمكن هي بتبقى كواليس كتير وحاجات كتير بتحصل من اول نقاشنا في المواضيع اللي احنا عايزين نطرحها لحد التوصيات اللي احنا عايزين نخرج بيها وبنقدمها لسياده الرئيس. طب واضح انه البرنامج الرئاسي ده اصبح اكاديميه، اصبح مدرسه، اصبح منهج، اصبح حتى انتوا كشباب بينكوا لغة مشتركة، لغة وطنية مشتركة. ادينا كواليس أكتر عن هذا البرنامج وإزاي كل مرة بيخرج لنا بطاقة إيجابية أكبر. هو يمكن انا خريجه الدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي، في قبلي دفعتين. انا الفتره اللي احنا درسنا فيها تقريبا خلصت من 4 شهور، بس انا لسه لحد دلوقتي معاهم. في كل المؤتمرات بنتجمع كلنا الثلاث دفعات مع بعض، بنبدا نقسم نفسنا، الادوار بتتبادل. يعني انا النهارده كنت بقول كلمه عن البرنامج الرئاسي. السنه اللي فاتت في مؤتمر جامعه القاهره كنت في اللوجيستكس، كنت مسؤوله عن الناس ازاي هتقعد او ترتيب الجلوس. في يعني دايما بنبدل الادوار، بنقعد مع بعض، بنتقسم تيم، كل تيم بيبدا يشتغل على حاجه. طبعا المجموعات التنظيميه كتيره جدا، في لوجيستكس، في ميديا، في تسويق، في تسكين. مثلا زي في منتدى شباب العالم بيبقى في مجموعه التسكين والانتقالات. يعني احنا منسمين نفسنا فرق كتير بنتبادل فيها الادوار، وبس هي دي الاليه اللي بيمشي بيها كل مؤتمر. تمام. انا بحييكي وبحيي كل اعضاء البرنامج الرئاسي، واسمحي لي ان انا اكلم احمد سامي. احمد، مساء الخير. مع حضرتك يا ريس خالد. يعني قول لي احساسك ايه وانت ترى النسخه السابعه من مؤتمر الشباب، وكان عندك خبره في مؤتمرات سابقه، احساسك ايه وانت شايف هذا النجاح اللي بدا في الساعات الاولى؟ هو المؤتمر ده كان حلم، انت حلم وتحدي في نفس الوقت، تحدي بان هو موجود في مدينه جديده زي العاصمه الاداريه، صرح عالمي ما يقلش حاجه عن اي مدينه عالميه بره، بالعكس احنا هنتخطى المدن كتير بره مصر بالكلام ده.
فان هو يتعمل هنا ويتعمل بالابهار اللي حضراتكم كلكم شفتوه ده، وده دليل اللي ادى الى التفاعل على السوشيال ميديا وعلى البرامج التلفزيونيه زي ما حضرتك قلت من شويه. الحلم ده مش وليد اللحظه، الحلم ده من سنه 2016، من ساعه ما سياده الرئيس اعلن عام الشباب وان الشباب في على راس اولوياته واهميتهم، وان هو بدا يهتم بيهم وبدا ان هو يديهم الصلاحيات والامكانيات ويحطهم في اماكن حساسه ومسؤوليه. فده اللي ادى ان احنا وصلنا النهارده للمرحله حضرتك شايفينها دي. ومش بنقول ان دي اخر حاجه، بالعكس احنا لسه عندنا كتير جدا جدا جدا، ومش عندنا احنا بس كشباب برنامج رئاسي، بالعكس ده عندنا كشباب مصريين بمجرد ما بتجيله الفرصه بيمسك فيها بيدو اسنانه وبيحقق اللي محدش هتحققه. طيب احمد، ممكن توصف لنا المكان اللي انت فيه؟ هي القاعه بصراحه باينه شكل انها حاجه راقيه جدا، هل تجولت في المكان اللي انت فيه؟ تقدر توصف لنا كده اجواء المكان شكله ايه؟ هو والله المكان من كتر ما يعني مساحة شاسعة، يعني المكان يتشاف بالعين أفضل بكتير من إن هو يتوصف، لأن الوصف هيبقى بيظلم المكان. المكان بصراحة معمول أحسن من أي مكان تاني شفناه في حتة في دول كتير. حضرتك ممكن ما تصدقش الكلام اللي أنا بقوله، بس صدقني بمجرد ما هتيجي تشوف الإنجاز اللي تم في سنتين اتنين، فندق زي اللي بيتعمل فيه هنا، لا حاجه خرافي، حاجه فوق الوصف فعليا. عندنا امكانيات وعندنا قدرات وعندنا ابداع هايل جدا جدا جدا. في سنتين قام صرح غير الصروح اللي بتتبني بره ولسه ما اتخلصتش وهيخلص اول جزء منها في 2020. هنشوف نقله ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده في الجزء العمراني. طب احمد، لو في شاب بيسمعنا دلوقتي في الاقصر، في قنا، في المنصوره، في المحله، وعايز المرة الجاية يجي يحضر المؤتمر ويشوف سيادة الرئيس ويسأله، يعمل ايه؟ هو في طريقتين. لو هو حابب يسأل، في فقرة اسأل الرئيس بيبقى فيه لينك على الانترنت يقدر من خلاله ان هو يوجه اي سؤال بكل شفافية بكل ما هو عايز يحب يسمع، يقدر ان هو يبعت سؤاله. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ممكن يجي بنفسه ويحضر، برضه احنا بننزل لينك على السوشيال ميديا وبننزل لينك على الانترنت ان هو يقدر يقدم ويجي يحضر يتفرج معانا. زي النهارده في 1500 شاب موجودين معانا من مختلف الاماكن، من مختلف الجامعات، من مختلف الخبرات ومختلف التخرجات، فمش مقصوره على شباب او فئه معينه بعينها، لا ده للشباب المصري كله. المؤتمر الوطني اسمه المؤتمر الوطني للشباب. بس نقطه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا احمد سامي، وبشكر كمان هند حليم من اعضاء البرنامج الرئاسي. صوره مشرفه جدا الحقيقه. يمكن يكون البرنامج الرئاسي ده كمان ورانا احلى ما فينا، شباب جميل اهليهم بيشوفوهم دلوقتي وبيسمعوهم، والرئيس بيقول بكره يكونوا مكاننا ويقودوا الطريق اللي احنا ماشيين فيه.